احنا دروك اللي جرى اليوم اللي داه اللي يعني اخذوا سيد الوزير الاول بقرار من من من, من سيد يعني رئيس الجمهوريه هو يصوب في هيئه الموت. الحجر اليوم الاول من العيد واليوم الثاني من العيد راح يكون من الساعه 7 صباحا الى غايه الواحده زوالا. راك تشوف راه خلاو فتره ولكن هذه الفتره اللي خلوها مش باش نروح يعني نسلم نروحوا المقابر ونروح نسلم. انا راني نشوف بالك انت قرار منع زياره المقابر. قلت الوضع انا ماهوش عادي، الوضع استثنائي، الوضع يطلب منا كلنا اننا نديو الحيطه نديو الاجراءات الوقائيه في, في في الدار في العمل في الحومه في كذا. وزيد هذا القرار راهو صايب، هذا القرار راهو فايتنا كل لا فايتنا كل هنا في ستيف ظروف في الليل وكان نديك راهم في كارتي راهم يخرجوا في كارتي الناس يخرجوا وما كانش حتى الابتعاد الجسدي، ما كانش حتى الابتعاد الجسدي. دونك فيه خطر موجود، باش نقولوا ما كاش الخطر موجود. وقتاش يزول الخطر؟ يزول الخطر لما نكونوا بالوعي الكافي وردوا بالنا من هذا المرض هذا من هذا الفيروس ونديروا الاجراءات الوقائيه بسيطه. الاجراءات الوقائيه ماشي اجراءات كبيره. لو بور تاع الكمامه هذا ماهوش امر كبير. زيد الابتعاد هذا الاسدي ثاني ماهوش حاجه كبيره. وغسل اليدين يعني سطيف الوضع يطلب منا في فيجيلونس يعني اكرو، يطلب منا فيجيلونس. انا نهار طول وانا مع المدير تاع الصحه واش عندنا اليوم شحال عندنا من الكا وخايف باش نقول لكم مانيش حاير راني حاير. لابد اننا نتاخذوا الاجراءات يعني الضروريه ابتداء من نهار الغد، نتحزموا كل ونجندوا كل بينا بالمجتمع المدني بالليزاسوسيسيون بلي جون وما نعطيوش الفرصه للفيروس هذا باه يزيد يتنقل. راكم تشوفوا راه يتنقل، هاو راح العلماء راح الجميله هاو مشى بني عزيز هاو راح العين زال هاو ضرب لي هاو في عين عباس هي راه يتنقل. وهو شكون اللي نقلوا؟ نقلوا الانسان البشر، ما نقلوش فلان ولا فلتان، نقلوا البشر يتنقل وما يديرش الاجراءات الوقائيه. حنا يفوك بدايه من نهار الغد نفكروا بقوه في 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 التوفير تاع الكمامه في كل البلديات. وحنا كما مرحله يعني محطه الاولى يعني راح تكون في كل ادارات ابتدال من نهار الغد في الولايه في مقرات الدوائر في البلديات في المؤسسات العموميه باش نعطيو المثال للمواطن. والمواطن ثاني يعني يسعى باش يتحصل على الكمامه واللي ما لقاهاش يبان في الدار يخيطها. هذه ماشي حاجه، انا سربيت 50,000 كمامه ماشي حاجه كبيره يعني كمامه ماهوش حاجه اللي تطلب منا افكار كبيره. هو القماش هذا راه كاين راه ينباع وفي الدار الام والبنت والزوجات تخيط هذه الكمامه. ولكن هو الحل الوحيد هو الوقايه الوحيده درك هو التباعد هذا بالتباعد الجسدي والبور دو يعني دو يعني دو يعني دو بابا. تشوفوا لو كان كل الشعب يدير هذه التوصيات الامور تنقص والامور تتعدل. ولكن تشوف اليوم الناس ما زالت تروح الاسواق بقوه وتتجول في الليل وتتجول في النهار دون 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 فائده. لا لابد من الوقايه. واليوم لابد المواطن يتحمل مسؤوليته، لابد وصلنا الامر ماهوش سهل، لابد على المواطن انه يتحمل مسؤوليته ويقوم ويعطي اهميه للجانب الوقائي. وان شاء الله بتظافر كل الجهود تاع المواطنين وتاع الدوله والمؤسسات الدوليه ان شاء الله الامور تولي لطبيعتها. ولكن اللي بقينا هكذا دون ما نعطيه اهميه الوقايه وبدون ما نراعي الشروط البسيطه انا نقول لكم الامور راح تزيد تتعزم وممكن تتعزم مش غير عندنا في ستيف، تتعزم في كل القطر الوطني. دونك لابد على المجتمع المدني لي زاسوسياسيون لي كوميتي دو كارتي لي جان الاحياء انتوما الجمعيات لي جون لي جونيفرسيتان اللي راهم في الجامعات وراهم درك في ما كانش لي كور منها يروحوا الناس يوعيوا الناس يحسوا المواطنين. دونك نطلبوا ان شاء الله من هذا الفرصه هذه باش المواطن في داره في الحومه كما قلت في الاداره في عمله في كذاك يعطي اهميه للجانب الوقائي
والحل راهو الا في يعني في الوقايه ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، وعيد عيد ان شاء الله. لا ما تلاقيناش، قولوا العام وانتم بخير.